مين والله العظيم والله العظيم ما رح تاكلي ما رح تاكلي سمك لو حتى خبز بالليل. شو عم تعملي؟ ما انا عم طعميكي بمقبوره سمكه. شو عم تعملي؟ شو عم تعملي اذا اكلتي خبز؟ شو عم تعملي؟ متى كره خبز يا مروه؟ بس تعرفي طعمه ازاي؟ متى عبالي دقك قتلي مش خلق فيكي. بليز شيلوا كل الخبز الموجود. منى شو بتعملي بحياتك العادية يا منى؟ بتقرفني في عشتي؟ تعلم اشتغل وتقولي الدايت الدايت. شو بتدرسي؟ اصلا هو الي وما رح تاكلي غيره. اصلا هيدك وحده كامله. لا كذابه. نعم احي هاي هي وحده كامله. نو نو حتاكلي هو. ايش معنى انت تاكلي سته؟ انا حاكل اثنين وهاي انا وياه حناكل. انا عايزه دي. هي حاجات لو دي بتاعتي هاي بعد تصغر. مشكله ربك انا عم تعمل كده. منال اسمعي يا منال اكتني شوي هيك ربنا بكره انت نومينيه. صح يا جيان؟ بكره انت بعرف اني نومينيه بس مش حتى كتير زكي عشان ربنا يزكي. يعني انا مش حرام اشوفكم بتاكلوا كل الاكل كل 10 دقائق اشوفكم بتاكلوا مش عايزين ناكل كل 10 دقائق. لحظه انا عم بعمل منيح معه ومش عاجبها. مو لازم تاكل حتى هذا رأيي انا اصلا. إلك في عينك يا شيخة. إلي انت لمين انت إلي؟ مش كده شفتي؟ ايه شفت. تعي وقف حس فيهم. هاخد انا هيك. لا بدكم تاكلي وحدك ونرجع نحن شي. بس مرة من اول فتح الاكاديمية ما تهنيت ولا مرة اقعد اكل مع حدا. يلا يلا على طول يا عم باكل انا عم بعمل اكل. مش ده بتوعي دي بتاعتك انت وجهن. خلاص هستنى بتوعي خدي بتاعتك انتي وجهان اقعدوا كلوا وانا هستنى الباقيين. ما في شو عم تعمل هيك ما في. لا سوزان تحبي خدي هيدا لإلك انت لانك كبيره. لا انتوا خدتوا كل واحده كبيره ما ينفعش. نو نو بادي افري بادي نو سينج اني سينج. شو عملت؟ حرام عليكم. شو عملت يا حرامية؟ تعال يا منى. انت عندك اثنين يا منى. طيب والله العظيم والله العظيم والله وحياة أمك يا منى وحياة أمك. جزية ما تجي صبون لأول العظيم دقة قتلة دقة قتلة. جهان يونو من ايه؟ يا لهوي ده لو طلعت انه من الاسبوع الجاي. بابا عم بمزح. هاتي لي طيب دي هاكل ده وبعد كده ده بعد كده ده ايه بعد كده ده معي منال بعد كده ده وبعد كده ده هتاكل ده وبعد كده ده وبعد كده. كيف تعالى هيدا؟ شبعت بجد والنبي شيلي دول شبعت شيلي دول بس ربنا والشفا يا ماما.